هلو جايز، في الفيديو جيت باش نشارك معكم الطريقه كيفاش نديروا نصاوبوا التيلي كومبو ديال اليوم، او الطريقه باش نحصلوا على الكارت ديال كومبو ديال اليوم اللي هو 5 اغسطس 2024. دونك الا بغينا نحصلوا على التيلي كومبو ديال اليوم علينا الا نتبعوا هاد ليتاب هادو. اول حاجه هي غادي نبركوا على التيلي كومبو، من بعد خصنا نحصلوا على ثلاثه ديال الكارت. باش نحصلوا على الكارت الاولى غادي نمشيو ماركت اللي حدا بي ار ان تيم بحال هكا، من بعد غادي نبركوا على ديفي توكن، ديفي 2.0 توكن، غادي نبركوا عليها جو اهيد. وبهذه الطريقه من بعد ما نحصلوا على هذا الكارد كتشوفوا هنا حصلنا على التيلي كومبو الاول، هير از ذا فيرست وان. من بعد غادي نبقاو في نفس البلاصه اللي هي ماركتس، وغادي نمشيو نقلبوا على ديريفيتيف. كما كتشوفوا ديريفيتيف ها هي، باش نحصلوا عليها خصنا مارجن تريدين اكس 20. غادي نمشيو نقلبوا عليها ها هي كما كتشوفوا، خصنا باش نفتحوها نحلو مي مارجن تريدين اكس 10 كما كتشوفوا هي هادي، عطينا نوصلو شيت كوين ليفل 5. ها هي شيت كوين وغادي نوصلوها ليفل 5 كما كتشوفوا، ليفل 1 2 3 4 5. فكما كتشوفوا من بعد تحلات لنا هاد مارجن 10، غادي نابغريديوها ليفل 5، ليفل الثاني، ليفل الثالث، ليفل الرابع، ليفل الخامس. من بعد غادي نمشيو للتريدين اللي هما طالبيننا في هاد ديريفيتيف مارجن تريدين اكس 20، غادي نمشيو لها من بعد ما تفتحات وغادي نوصلوها للليفل 9، ليفل 3. دونك ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3، ليفل 4، ليفل 5، ليفل 6، ليفل 7، ليفل 8، ليفل 3. من بعد ما حلينا ليفل حتى لسعود كما كتشوفوا في الان عطاونا لاكسي باش نحلو الكومبو الثاني، جو اهيد. وبهذه الطريقه غادي نكون حصلنا على الكومبو الثاني. من بعد غادي نتحولوا من ماركتس، من بعد ما حصلنا على الاول والثاني بقى لنا الثالث، باش نحصلوا عليه غادي نتحولوا من ماركتس للبي ار ان تيم، وغادي نمشيو للاكس، برنامج اكس او تويتر قديما، نضغطوا عليه وغنبركوا على جو اهيد باش نحصلوا على الكومبو الثالث. وبهذه الطريقه كنكون حصلنا على ثالث كومبو، والكومبو ديال اليوم از ساكسسفولي كومبليتد كما كتشوفوا، وحصلنا على البرايز اللي هي 5 مليون كوينز. غنديروا تشيك ذا برايز، ومن بعد كما كتشوفوا حصلنا على 3 كاردز كومبو ديال اليوم. وبهذه الطريقه تنكون كملنا المهام اللي عندنا ديال اليوم. فلا كنتي انت مهتم باش تكمل المهام ديال بوت هامستر كومبات، فما تنساش تشترك معنا في القناه وتخلي لايك وتعليق مناسب وتشارك الفيديو مع اصحابك.